سوف تفرغ من المهندسين لفه زي ده بس دي الاستخبارات دي انا لفه لك بنجو اموره طيبه يجيبوا هايين بس ويجي حي بس يا بندق عندنا رساله للناس اليوم متى بيتكلموا ده مره طلعنا فيديو بيتكلموا فيها وبقولوا جنجويت انضغط احنا ما انضغطنا وإن الحمد لله يومين نمسك في ذيك يومين نمسك في زي ده بس واحد ورا واحد ونحن ان شاء الله متحركين على حكم جهاتكم في تحرير المواطن وان شاء الله ماشيين على جهاتكم ان شاء الله. مروح موالد جدا ومتحركين ان شاء الله. تدينا إشارة إلى الناس بس حصر الناس بس عمل لنا إشارة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا مرعبين الله أكبر الله أكبر حقنا والله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الخميس 26/10/2023 تمثلت أيام العمل الخاص بعملية نوعية تم تحريك المواطن كم يوم ظهر فيديو يدعو الميليشيا المتمردة بأنه يدفع لاستخبارات المهندسين والحمد لله تم تحريره من ضد الميليشيا المتمردة ونحن والله نقول لكم على رسالتنا لكم نحن والله مترصدين بنياتكم الله اكبر ما تم اتصلوا فينا نحن والله وراكم بحرمة باذن الله تعالى لا اريد ان اكون بينكم وبين المواطن تدعو منه طوال باسط من المواطن تفضل يا على السلامة يا دايما بحكي للشعب السوداني اللي حصل معه بالضبط فيه انا اسمي برلو الجزائرية المورده سادنا العباسية يوخي شلية اللي اعمل قالوا انا في الاستخبارات انا زوج جدا نسيني ما عندي شغلة لا حد استخبارات ولا عندي شغلة مع الجيش ولا عندي شغلة مع اي دولة مواطن سعيد ربو نضرب الجديد حسيني حسيني لك على مكان قصير 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 وما عندي شغلة مع الزور الجماعة دي ما سبقوني ضربوني نضرب الجديد ضرب الموت وما على ولي ما على استخبارات هذا الجيش وانا مواطن مسكين ما عندي شغلة مع الزور الجديد نتبقوني وداري سخونه وداري وطريق قلابة الحمد لله ربنا الله اكبر الله اكبر الله من جوا اكبر والعاده دائما في الشيء الاول الفيديو تطلع كم يوم طلعوه بتاريخ 31/10/2023 الثاني من واحد من سلاح جيب الثمانيه شنطتين ثلاثه حيين ده واحد من السلاح في الشارع ده تلفون احنا ما دارين حتجيزه في حاجات في حاجات ده قاعدين حقهم ده قاعدين الله اكبر